هذا وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات سلامة جميع حجاج الإمارات أثناء أدائهم المناسك ووقوفهم بعرفة. أحب أطمن الجميع أن حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله بخير وفي صحة وسلامة، وهناك فرق صحية وطبية تتابع أوضاعهم أول بأول، وهناك من الفرق الوعظية ومن الواعظات من يردون على الاستفسارات الشرعية للحجاج. الحمد لله اليوم صباحا اكتمل وصول عدد حجاجنا جميعا إلى المخيم، وقد أدوا صلاة الظهر والعصر